احنا كنوعدوا جمهور فريق الاتحاد البيضاوي بان غادي نقولوا الكلمه ديالنا ان شاء الله وباذن الله في 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 هذه النهايه، وخاصه كما قلت لكم بان هذه النهايه كتستضيف يوم عيد الميلاد ديالي، وانا طلبت من اللعبه باش يعطوني بعد العمل ديال 3 سنوات العمل الجاد انا لجميع اعضاء المكتب يعطونا غير واحد الهديه بسيطه، الا وهو الكاس الغاليه على جميع المغاربه اللي بغينا ندخلوها للحي المحمدي ونفرحوا الحي المحمدي ونفرحوا السي اليوسفي اللي اليوم اتصل للسي بودرقة وبلغ لنا السلام ديال السي اليوسفي وقال لنا قولوا اللعابه يكونوا رجال ويجيبوا هذا الكاس. ان شاء الله نكونوا عند الموعد ان شاء الله وباذن الله. اقدم بكامل الشكر الى كل من ساعدنا وساهمنا، وكذلك اقول من هذا المنبر الى جميع الناس وجميع من اللي ما كيعاون الحي المحمدي، كما قلت لكم بان ما كاينش شي واحد اللي يعاون الحي المحمدي وخاصه السلطات المحليه، عامل صاحب الجلاله اللي ما فهمناش التصرف ديالو للاسف 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 ما فهمناش التصرف اللي كيستقبلنا 3 دقائق وكيوعدنا وعودات كاذبه. نحن خصو يعرف بان نحن اطر المملكه المغربيه، هناك محامون اطباء صيادله اساتذه، خصو يعرف بانه كيتعامل مع اطر المملكه المغربيه، وهذا الشيء اللي قام به في حق الحي المحمدي كنقول له عيب وعار، فهمتي، كنطلب منه يساعد فهمتي فريق الحي المحمدي اللي بلغ النهايه، وكنطلبوا منه يساعدنا ويكون حاضر معنا في هذا المقابل وجميع المسؤولين الحي المحمدي. ومن هذا المنبر انا اتقدم لكامل الشكر الى افريقيا الذي اعطتنا سبونسور الاول لفريق الاتحاد البيضاوي. احنا جيت سعداء بهذا الانتصار وبهذا السبونسور ديالنا، وكنشكر جنود الخفاء او ما نقولش جنود الخفاء، كنشكر الصديق ديالي والحميم ديالي وعزيز صديقي هو السي هشام ايت منا على كل ما قدمه لفريق الاتحاد البيضاوي. كيف ما شفتوا الفار ما كانش اخطاء، ضربه جزاء حقيقيه، الهدف مشروع، يعني الفار الطرد مشروع، الفار ما كانش اخطاء. احنا جد فرحانين بهذه التقنيه الجديده، وكنشكروا الجامعه الملكيه لكره القدم اللي بغات تزيد بالكره للامام، وانا كنظن ماشي كنظن واثق بان الكره المغربيه بهذه التقنيه الجديده غتزيد ان شاء الله وباذن الله للامام. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.